طيب احنا الليبرو الفريق او الليبروهات الفريق الحقيقه كان لهم دور كبير جدا في المكسب البطولات، والحقيقه بيبقى في وقت مهم بيبقوا موجودين في الميعاد والمكان المناسب. معانا نجم الفريق ليبرو الفريق محمد معوض، اهلا بيك يا كابتن. هيثم ازي حضرتك عامل ايه؟ طبعا انت والدك يعني طبعا لاعب كبير في الكره الطائره وايضا مدرب كبير، فاكيد كان ليه يعني بعض الملاحظات ليه، كان بيقول لك ايه قبل الماتشات المهمه يا محمد؟ اه طبعا بابا يعني بلاش نقول يعني كان نجم نادي ايه، طبعا طبعا كان نجم نادي الزمالك، بس مفيش مشكله، واحترف فرنسا كتير، وطبعا كان ليه دور كبير ان هو يعني هو اللي دخلني في البولي وانا سني صغير، كنت على طول بروح معاه التمارين واتفرج عليه، فده ساعدني كتير، ولغايه دلوقتي طبعا بقدر اشارك معاه في اي حاجه، على طول بتواصل معاه واتكلم معاه اوقات التمرين اوقات الماتشات، طبعا يديني الفيدباك بتاعه، عشان ما شاء الله هو طبعا عنده خبره كبيره جدا، اول لعيب احترف في مصر ولعب في فرنسا 20 سنه، كان احسن لعيب في مصر، احسن لعيب في افريقيا وحتى في فرنسا، هو كان مصاب ما شاء الله عليه، فرؤيته طبعا بتفيدني جدا. طب قول لي يعني كلمني برضو عن قبل مباراه نادي الزمالك، كلمني عن الكواليس محمد، لان الجمهور ما يعرفش كتير ايه اللي حصل من فتره ما بين، انا بحب اسال كل لعيب السؤال ده لان كل لعيب اكيد ليه وجهه نظر ومنظور شاف منه مباراه نادي الزمالك، من الفتره من طلاع الجيش لنادي الزمالك كلمني عن الكواليس وانت نفسك فكرت في المباراه ازاي؟ هو طبعا قبل ماتش الزمالك كان عندنا يعني وقفنا فترة طويلة، رجعنا على ماتش الاتحاد كان ماتش صعب، سلمنا حلو الحمد لله، استنبلنا كتير ما لعبناش ماتشات، فبالتالي ريتم الماتشات بتاعنا ما كانش لسه كويس قوي، دخلنا في ماتش الجيش كان ماتش المفروض برضو ماتش قوي، بس قلنا هيجهزنا ويأهلنا كويس لماتش الزمالك، بس للأسف لعبنا ماتش واحد ساعتها، الصراع كان دي اوف معظم اللعيبة، حاجة غريبة ما حصلتناش حتى كتير، حتى كان في الأداء أوحش من مستوى ماتش بروجيت اللي خسرناه يعني. نعم. بس ممكن نقدر نقول الوقت الحمد لله كان يعني ادانا ده يعني حافز او ركزنا اكتر ان احنا نرجع ماتش الزمالك، كان قدامنا 4 ايام يعني كل واحد كده راجع نفسه، حتى اكيد الجهاز نفسه برضو يعني الجهاز اللي معانا راجع نفسه، كلنا كده فكرنا ان لا احنا عندنا يعني مهما كان الماتش ده خسرناه، بس الحمد لله ما قدرش معانا في الترتيب، دي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وانا طبعا بالمناسبه انا بقعد مع عبد الله في الاوضه، فبنقعد نتناقش كتير ونتكلم كتير، نشوف يعني نقدر نساعد الفرقه ازاي، ونرجع طبعا اوراقنا ازاي، فالحمد لله ركزنا كويس قوي في الثلاث ايام التمرين قبل ماتش الزمالك، والحمد لله قدرنا نطلع احسن مستوى في ماتش الزمالك ونكسبه 3-0. بس بيتهيألي كنا نكسب تحت الضغط العصبي ده يا محمد، يعني كان في ضغط عصبي شديد قبل المباراه، وبعد كده دخلنا المباراه كان في اثناء المباراه ضغط عصبي، وده كان سر تذبذب المستوى، ان اللعيبه عايزه تكسب وعايزه تخلص الماتش بمكسب، ومع ذلك قدرتوا يعني تعملوا كنترول على الـ على الـ على الثبات الانفعالي، كمان كان مهم في الملعب، خاصه ان انت ليبرو يعني بتستقبل الكور اللي جالك بسرعه عاليه جدا، يعني الكلام ده كنت حاسينه في الملعب، الكلام اللي انا بقوله ده صح يا محمد قوي ولا لا؟ صح طبعا، هو باين شويه طبعا، حتى بالذات في اخر الماتش كنا فارقين فرق 7-8 نقط، المفروض الجيم يريح في الاخر، وقفنا واقفين شويه كده 4-5 جونت عشان نخلص، كان حسينا ان احنا كسبنا بدري، ومن اول الماتش طبعا يعني الماتش كنا مضغوطين، يعني كان بقى لنا 3 سنين نكسب الدوري لحد ما باريحيه، اخر ماتش ده على طول تحت الحاصل، لكن السنه دي كنا خسرانين ماتشين ولعبنا الماتش ده كانه فاينل كاس في الدوري، حتى يعني بطوله اهم من الكاس، كان برضه على ماتش فاينل اللي هيكسب خلاص هياخد البطوله ان شاء الله، فممكن كان في شويه ضغط، بس احنا الحمد لله عندنا لعيبه كبيره بخبرات كبيره، فمهما كان يعني حياتنا اتحطينا في الضغوطات دي واكتر كمان، سواء في النادي او في المنتخب، فالحمد لله قدرنا برضه نطلع احسن مستوى عندنا ونكسب الماتش. اكيد محمد معوض، طبعا كابتن محمد معوض ليبرو الفريق واحد نجوم الفريق واللي كان له دور كبير في حصول النادي الاهلي على درع الدوري، بشكرك شكرا جزيلا.